بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كل سنة نعود إليكم من خلال هذا البرنامج سباق المشاهدين، وفي هذا الشهر الكريم سباق المشاهدين. مشاهدين الكرام، برنامج يقدمه لكم تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، وتقوم بتمويله شركة الصافي دانون المحدودة خارج المملكة. نذكركم أيضا بأن الهواتف التي نستقبل من خلالها مكالماتكم تستقبل فقط، ولا يمكن لنا الاتصال بأي متسابق في هذا البرنامج. نذكركم أيضا بأن المشاهدين من داخل المملكة لا يمكنهم الاتصال على الرقم المخصص للاتصال من خارج المملكة، لأن هذا الرقم مخصص فقط للاتصال من خارج المملكة. أنا بكتب المعلومات هذه اللي أنا أنسى كثير، أنا فعشان كذا لازم أكتبها قدامي. سنقدم لكم إن شاء الله كما عودناكم مجموعة كبيرة من الأسئلة في أكثر من 24 موضوعات، وستشاهدونها إن شاء الله خلال متابعتكم لحلقات هذا البرنامج. أعود مشاهدين الكرام وأذكركم بصورة سريعة يعني عن برنامج سباق المشاهدين. ستظهر على الشاشة 9 أرقام، تحت كل رقم موضوع، وكل ما عليكم هو الاتصال بنا على الرقم اللي شاهدتموه قبل قليل. بعد ذلك أحدكم يضغط على أحد الأرقام الموجودة على الهاتف، والكمبيوتر يستجيب لهذا الأمر وينقلب المربع وهذا الرقم، وتحت كل مربع كما قلنا موضوع، يظهر الموضوع، هناك سؤال في هذا الموضوع وهناك إجابتان. ضيفينا كلهم الأستاذ أحمد والأستاذ راشد سيقدم كل واحد منهم إجابة صحيحة وإجابة خاطئة، وطبعا عليكم اختيار الإجابة الصحيحة. طبعا الآن بدي أن أذكركم مشاهدين الكرام، أو أقول لكم على المفاجآت هذا العام. أول شيء أنه وقت البرنامج امتد إلى ساعة وربع بدلا من ساعة، يعني سنبدأ معكم إن شاء الله من الساعة 1 وحتى الساعة 2:15. الشيء الثاني أنه إضافة جديدة هذا العام لكم أنتم مشاهدين الكرام، وهي مسابقة خاصة. بدي تركزوا معي حول هذا الشيء، مسابقة خاصة لكم من خلال الحاسب الآلي، وطبعا سنقدمها تجاوبا مع اقتراحاتكم، وأنه كثير منكم يقول لنا أنه نريد إتاحة الفرصة للكثير من المشاهدين. طبعا الخطوط مشغولة، ولذلك فكرنا في تقديم مسابقة من خلال الحاسب الآلي. طبعا هناك بطاقة للتلفزيون موجودة في الأسواق، بإمكانكم شراء هذه البطاقات، موجودة في كثير من الأسواق طبعا، وهذه البطاقة من خلالها تتصلون ببرامج التلفزيون. بالمناسبة هذه البطاقة غير مخصصة فقط لبرامج التلفزيون، وإنما تستطيعون من خلالها الاتصال على برامج التلفزيون وعلى اتصالاتكم الخاصة. المسابقة هذه مشاهدين الكرام، وهي مسابقة عبر الحاسب الآلي، بعد ما تأخذون البطاقة طبعا في رقم سري على كل بطاقة، تدخلون هذا الرقم وتضغطون على رقم 1 للدخول إلى سباق المشاهدين. ستستمعون إلى سؤال واحد وإجابتين، إذا اخترتم الإجابة الأولى تضغطون على رقم 1، الإجابة الثانية تضغطون على رقم 2. بعد كذا طبعا إذا كانت الإجابة صحيحة نقول لكم الإجابة صحيحة أو خاطئة وتحاولون مرة ثانية. وبعد كذا كل واحد منكم لابد أن يسجل الاسم رباعي، الاسم رباعي مشاهدين الكرام، وبصوت واضح. بعد ذلك أيضا تسجلون أرقام الهواتف من خلال الضغط على الأرقام الموجودة على الهاتف، تبدأون بصفر ثم مفتاح المنطقة ثم الرقم الخاص بكم. إيش باقي؟ باقي الجوائز. الجوائز الحقيقة هذا العام مختلفة تماما عن الأعوام السابقة. تذكرون أنه في العام الماضي كان مجموع جوائزنا 400,000 ريال، لكن العام هذا ستكون الجوائز 1.5 مليون. طبعا ما لكم اي شيء فيها يا استاذ احمد؟ جزاك الله خير. احنا ممكن نشترك في السنه الجايه ولا السنه دي؟ اذا مشاهدينا الكرام، طبعا بالنسبه للمشتركين في من خلال مسابقه الحاسب الالي، سنختار منهم 15 كل يوم. كل يوم سنجري سحب ل 15 من الذين استطاعوا ان يجيبوا اجابات صحيحه على الاسئله التي سنقدمها من خلال الحاسب الآلي. وطبعا كل ليلة سنقدم سؤال، بعد قليل سأقدم لكم السؤال الأول وتبدأون بالاتصال. طبعا الاتصال مفتوح 24 ساعة، الاتصال مفتوح 24 ساعة. الجوائز،
كل ليلة طبعاً سيفوز معنا 10 متسابقين من الذين استطاعوا أن يجيبوا إجابات صحيحة طبعاً. 5 من الذين يتصلون على الهواء مباشرة طبعاً، هذولا بيتصلوا بدون بطاقات يعني على الرقم اللي شفتوه قبل قليل، لكن المسابقة الخاصة بالحاسب الآلي واللي هي تدخل ضمن إطار برنامج سباق المشاهدين لابد من استخدام البطاقات، وكما قلت هي موجودة في الأسواق. إذن سنختار 5 من المتصلين معنا مباشرة على الهواء، وسنختار 15 من اللي بيتصلوا على الحاسب الآلي ويجيبوا إجابة صحيحة، ومن هؤلاء 15 اسما سنختار بواسطة الكمبيوتر 5 أسماء، كل واحد منهم يفوز ب5000 ريال. إذن معنا 10 متسابقين يفوزون يوميا ب10000 ريال، 1000 ريال لكل متسابق. طبعا كل من أجاب إجابة صحيحة سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة، وهناك طبعا الجوائز الكبرى، هناك 10 جوائز قيمة كل جائزة 10000 ريال، وهناك بعد ذلك 7 جوائز كبرى. الجائزة 7 مقدارها 20000 ريال، 36000 ريال، 55000 ريال، 104000 ريال، 300000 ريال، والثانية 300000 ريال. أما الجائزة الأولى والكبرى فمقدارها 500000 ريال، 500000 نقدا ستقدم لأحدكم مشاهدينا الكرام. الآن ما بقي إلا أن نرحب بكم مرة ثانية وثالثة، ونرحب بضيفينا الأستاذ أحمد والأستاذ راشد، وإذا كنتم إحنا جاهزين فإحنا جاهزين، إيش رأيكم؟ إن شاء الله جاهزين. نبدأ؟ إن شاء الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدين الكرام، ومعكم ومع ضيفينا نتعرف على موضوعات اللوحة الأولى في حلقتنا الأولى في هذا الشهر المبارك. بسم الله نأخذ أول اتصال في أول حلقة من حلقات سباق المشاهدين. ألو ألو، نأخذ أول اتصال. أيوة، يا ليت ترفع الصوت شوي، أنا الصوت عندي بعيد شوي. عليكم السلام، يا هلا، من معنا وأنت طيب إن شاء الله؟ زهراني. نعم، هند صالح. هند صالح الزهراني. الزهران من وين يا هند؟ جدة. من جدة. يلا، أنت أول من يتصل بنا في هذا العام. رقم 5 أنت أضغط من عندك. لا تفضل يا ضاطي لو تسمح. أنا؟ أي. أنت أضغط من عندك، يمكن ينفصل. ما ينفصل ولا يهمك. طيب يلا. في الإعلام والنشر ما انفصل يا أخت هند. ها؟ أي الحمد لله. يلا الحمد لله. أول سؤال في حلقات سباق المشاهدين هذا العام في الإعلام والنشر، في أي بلد تم العثور على أقدم صحيفة في العالم؟ في أي بلد تم العثور على أقدم صحيفة في العالم؟ ما أدري ضيوفنا عندهم إجابات ولا لا، إذا يقدر يساعدوني ولا لا. أنت عندك إجابة؟ والله أنا عندي يا أستاذ، بس أنت ضيف تفضل. أبو سارة؟ أنا مش ضيف، دي بلدنا. يعني أنا وجهة نظري أن تبقى كولون في ألمانيا. كولون في ألمانيا؟ كولون بألمانيا. الإجابة الثانية؟ الثانية؟ والله أنا يمكن أبعد بعيد مرة. أقول أنا في شنغهاي بالصين. أول إجابة صح. أنا أقول في شنغهاي في الصين، يعني أبعدتك مرة واحدة. أنت الصين وأنا ألمانيا؟ وأنت ألمانيا. اختاري أنت الهند. ألمانيا طبعاً بذكر مشاهدينا الكرام وطبعاً الأخت هند يعني أنه كل ضيف من ضيفينا سيقدم إجابة، طبعاً كل ضيف يحاول يؤكد للمشاهد أو المشاهدة أنه إجابته هي الصحيحة، طبعاً واحدة صحيحة واحدة خاطئة، عارفة يا هند ها؟ أيوة. يلا أنت تختاري الإجابة الأولى، يعني حتكوني في كولون بألمانيا ولا في الصين؟ لحظة شوية. طيب أنت قلت ألمانيا، ألمانيا اللي جنب المنوفية يعني ألمانيا. ألمانيا مش ألمانيا. ألمانيا. بس أنا قريت الجريدة دي. بالألماني ولا بالعربي؟ قريتها بالألماني. أيوة. أيوة. يلا أختند أعطينا إجابة. في شنغهاي. الإجابة الأولى. في ألمانيا؟ أيوة.
يلا بداية موفقة، تحياتنا أخت هند، مع السلامة، في أمان الله. أنا مبسوط الحقيقة، ما ودي أشوف خطأ. لا والبداية كمان تبقى جميلة وموفقة. أيوه. متفائلين فيك. الحمد لله. يلا. اتصال جديد. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. يا هلا مساء النور. معك النشمي محمود دليمان عازمي. مين؟ النشمي. نشمي. محمود. محمود. دليمان. أها. العازمي. الهاجري. العازمي. العازمي من وين؟ من القريات. من القريات. يلا يلا يا أخوي نشمي تفضل. شوف الأرقام واضغط على أي رقم. تفضل. أها أسماء وألوان. تابعت طبعا حلقاتنا في الأعوام الماضية يا أخوي نشمي؟ ها؟ أي والله. طيب أسماء وألوان، أنا طبعا عندي ثلاثة أربع ألوان. أربع ألوان؟ هقول لك أربع ألوان، تختار أنت لون من الألوان. عندي الأخضر، الذهبي، الأصفر، الأحمر. طبعا تختار أنت لون، وحول هذا اللون هناك سؤال، وطبعا حتسمع بعد كده إجابتين. أيوه. الأخضر، الذهبي، الأصفر، الأحمر. الأخضر. الأخضر. يلا. أين هذا الأخضر؟ السلام الأخضر، جمعية أو جماعة السلام الأخضر. جماعة السلام الأخضر هي تعنى بالمحافظة بالبيئة، فأين تأسست هذه الجماعة؟ جماعة السلام الأخضر. إيش رأيك؟ عندك إجابة ولا تسمع إجابتين؟ أسمع إجابتين. يلا أبو أحمد. والله أنا متأكد طبعا من إجابتي، لأنه مؤخرا تم تعيين أمير تركي بن ناصر رئيس حماية الأرصاد والبيئة. فأنا أقول في كندا. يا راجل حرام عليك، في هولندا يا راجل. يا راجل حرام عليك. متأكد طبعا. في رمضان. في هولندا. أنا رأيي في هولندا. في هولندا. أنا رأيي. كندا أنا متأكد، وقلت لك على الرئيس الجديد لحماية الأرصاد والبيئة الأمير تركي. يلا يا أخوي نشمي، أنت متأكد من إحدى الإجابتين ولا حتختار كذا زي ما تصيب تصيب ولا تجي تجي ولا؟ الإجابة الأولى. في كندا؟ إيه. نشوف. خرجت ابني يا نشمي. يا اخوي نشمي. لا برافو عليك. اخوي نشمي ترى ابو احمد زعلان يقول خرقت اذنه. يقول يا ادري يا نشمي بشويش على اذني تكفى. يلا يعطيك العافيه. يلا في امان الله، مع السلامه. مع السلامه. اتصال جديد. ايوه يا هلا، من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الشهر مبارك. عليكم جميعا، من معنا؟ معك ابتسام العثمان من ألمانيا. ابتسام العثمان من ألمانيا؟ أيوة. يلا أخت ابتسام تفضلي تشوف الأرقام وتضغطي على واحد من الأرقام تشوفيهم. الرقم تسعة. تسعة؟ يلا تفضلي تضغطي ولا تحبي من هنا أنا أقول؟ أنت أضغط من عندك. يلا هذه تسعة. قادة ومعارك. يلا أخت ابتسام. أيوة. في وصايا الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، في وصاياه لأحد جيوشه قال: لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تقطعوا نخلا أو تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة أو بقرة أو بعيرا. إلى أي قائد وجه هذا النصح رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه إلى أي قائد وجه هذه النصائح؟ تستمع إجابتين؟ أسمع إجابتين. تسمع. يلا أبو سارة. هو سيدنا أبو بكر قالها إلى القائد أسامة بن زيد رضي الله عنهما. الحقيقة أنه هذه التعاليم اللي أي إنسان يفخر بالانتماء لهذا الدين، اللي هذه تعاليمه. يا سلام. أنا أقول أستاذ قلت أسامة بن زيد. أنا أقول إنه القائد خالد ابن الوليد. طيب إيش رأي الأخت ابتسام؟ يعني هذه إجابة راشد الشمراني. إجابة راشد الشمراني. الإجابة الثانية ها؟ أيوة. اتأكدي نعيد عليك هذا. على فكرة أنا 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 قلت أسامة بن زيد لسبب. نعم. أنا بعمل دلوقتي مسلسل
سفياني الثوري. يعني انا عمال بقالي 3 اشهر بقرا في الدين. انتوا حرين، انت قريب من هالفتره هذه، انتوا حرين. نعم والله انا اقول قائد خالد بن وليد، وبعدين المانيا بعيده يا ابو سعد. طيب طيب يعني اخذت معلومات الاخت ابتسام. ايش رايك يا ابتسام؟ يلا ثانيه اللي هي راشد الشمراني. راشد الشمراني نشوف. انا حاولت انا حاولت لانها من المانيا. يا اخت ابتسام اول شيء انت من المانيا، شكرا ولا تزعلي علينا. ها مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله برافو عليك، تحياتنا لك وللجميع هناك. وبعدين عشان المانيا والله. ايوه عشان من بعيد بس. انت تدري لو اتصال محلي بس واحد من بعيد مشكله. حتى المتصلين المحليين الحقيقه يتعبوا كثير كثير عشان يوصلوا لنا. طيب. ولذلك فعلا فكرنا في هذه المسابقه اللي تحدثت عنها قبل قليل، وهي ان نتيح فرصه لاكبر عدد من اللي ما يستطيعوا انهم يصلوا الينا. انهم فرصه لنا احنا ولا طبعا بامكانك يا استاذ. لا الحين تطلع انت من هنا ممكن وتروح تاخذ التليفون. وعندك بطاقه؟ اشتريت بطاقات ولا لا؟ لا تعطونا اياها انت. ما احنا ما عندنا، هي في السوق. انا بكره طيب. عاود هنا 3 ايام زياده اقعد اتصل احاول. طيب ناخذ اتصال جديد. الو الو يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. يا هلا مساء النور، من معنا؟ معك محمد خلف العنزي. محمد خلف العنزي. العنزي من وين اخوي محمد؟ من حال. من حال، يلا تفضل تفضل، شوف الارقام وتضغط على واحد منهم لو سمحت. الجغرافيا والكون. اخوي محمد. ايوه معنا في الجغرافيا والكون. ها أصغر المحيطات التالية، ما أصغر المحيطات التالية على الكرة الأرضية؟ المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط الأطلسي. وش أصغر المحيطات هذه؟ شوف إجابات. شوف إجابات. يلا أبو أحمد. أنا أقول أن أصغر المحيطات على الكرة الأرضية هو المحيط الهندي. الهندي. أنا متأكد. دلوقتي أصغر المحيطات اللي هو الصغير اللي يبقى الهادي. فيبقى المحيط الهادي، لان الصغير دايما يبقى هادي. لا كبير بيبقى تاخد بالك. انت تقول يعني تحت السواهي دواهي يا استاذ. انما الصغير هادي فيبقى المحيط الهادي. لا انا متاكد. طيب. متاكد انه الهندي، لانكم في مصر تقولوا يا ما تحت السواهي دواهي. فهادي معناته مش طيب. انه صغير يعني. اها انت طيب. الهندي وانا الهادي يعني. طيب انت مع الهندي ولا مع الهادي يا اخوي يا محمد؟ اسمع كلامي، من الهندي للهندي أنا أعطيك الإجابة يعني. ها؟ معك راشد. الهندي يعني؟ الهندي. نشوف. يلا تحياتنا أخوي محمد. حياك. في أمان الله. إذن المحيط الهندي هو أصغر من المحيط الهادي. المحيط الهادي مساحته أكثر من 165 مليون كيلو متر مربع. الأطلسي أكثر من 82 مليون كيلو متر مربع طبعاً، والهندي 73 كيلو متر مربع. وكاد الأستاذ أحمد أنه يتوى الأخ محمد، بس ما قصر الأخ محمد. اتصال جديد. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم رب الخير. يا هلا مساء النور، من معنا؟ علي مطير. السلام العطري. علي مطير. علي مطير ايش؟ سلامة. ايوه العطوي. العطوي من وين؟ من مدينة تبوك. من تبوك. يلا يلا يا اخوي علي تفضل. اول شيء نبارك لكم الشهر الفضيل. شكرا لك، كل عام وانت طيب. وانت بخير ان شاء الله. اربع اخوي حامد. يلا تفضل اضغط على اربع. بسم الله. مر 20 عام وتونا في اولي. مر 20 عام وتونا فولك. طبعا سباق المشاهدين يعني يتشرف بانه يضع هذا الموضوع الجديد على موضوعات هذا العام بمناسبه مرور 20 عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك، والتهاني نرفعها باسم الاسره، اسره سباق المشاهدين. طبعا قبل كذا الاستاذ احمد والاستاذ راشد بلغوا تهانيهم في بدايه الحلقه. اذا اخوي علي 20 عاما هذا موضوعنا. نعم. اهتم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بحقوق الإنسان من منطلقات العقيدة الإسلامية، فحرص على توفير هذه الحقوق وصيانتها. وتقديراً لجهوده في هذا المجال، تم انتخاب المملكة عضواً في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
سؤال بسيط جدا، في أي عام كان ذلك؟ ممكن مساعدة. يلا أنا بقول في 2001. 2001. أنا قبلك بسنة، أنا أقول عام 2000. يلا أنت إيش رأيك؟ ماشي يعني دي وجهة نظرك. راشد. أخوي علي. سم. 2000 ولا 2001؟ ألفين وواحد لأن نعم. ألفين ده كان لسه يلا أخوي علي. أيوة. 2000 ولا 2001؟ 2001. يلا مبروك يا اخوي علي. مشكورين وكل عام طيبين. كل عام وانت طيب. طبعا ودي ايضا اذكر مشاهدينا الكرام انه نحن في هذا البرنامج لا نختبر مشاهدينا الكرام ابدا. الهدف من البرنامج هو انه نقدم معلومه جديده مصحوبه بضيفين جميلين وترفيه جميل، يعني كي بس نرسخ هذه المعلومات. وانا لي السبق ان انا من اول سنه في البرنامج قلت لازم كل الاسئله دي تحفظ وكل الاجوبه تحفظ. نعم. ويبقى ليها موسوعه عشان نستفيد بيها وتبقى مرجع لينا، لان ده شيء جميل جدا. ففعلا الواحد سعيد جدا بالمعلومات دي، والله انا بستفيد زي المشاهدين بالضبط. اهلا وسهلا. نعم زي المرجع، هي يعني تعتبر زي المرجع، يعني سؤال واجابه، وفي اسئله كثيره احنا زي ما تفضل الاستاذ. نعم. يعني نواجه باجابتها او نعتقد انها بديهيه ونفاجئ ان ما نعرف الاجابه الا من خلال زي البرنامج زي الاطلسي زي جيد. إذن بس هذه حبيت أذكر مشاهدينا الكرام أنه حريصين كل اللي يتصلوا فينا أنهم يجيبوا إجابات صحيحة، لأنه الهدف في النهاية هو توصيل المعلومة فقط أو التذكير بها للكثير من المشاهدين. اتصال جديد. ألو. ألو. يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. معك نوف. نوف. قطمان. ها؟ قطمان. أيوة. الشيباني. الشيباني. من الإمارات. من الإمارات. قطان ها؟ قطمان. 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 أي. الشيباني من الإمارات. أيوة. من أي إمارة أخت نوف؟ من دبي. يلا تفضلي شوفي الأرقام واضغطي على واحد منهم لو تكرمتي. لو سمحت تغطي ثلاثة. يلا هذه رقم ثلاثة. مبروك. مبروك الله يسلمك. طبعا ما في لا سؤال ولا جواب ها؟ أيه. يلا ما باقي عليك الا بس تنتظري لنهايه الحلقه عشان تسمعي اسمك ها؟ شكرا الله يسلمك. يلا تحياتنا ومع السلامة. مع السلامة. اتصال جديد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا من معنا؟ عويد قطوان العنزي. ها؟ عويد قطوان العنزي. من وين يا اخوي عويد؟ من الرياض. من الرياض. يلا اخوي عويد تفضل شوف الارقام، باقي معك 2 و6 و7 اضغط على واحد منهم. فكروا معنا. يلا فكر معنا. نعم. جاهز؟ جاهز. يلا. الملكة فيكتوريا حكمت الامبراطورية البريطانية مدة 63 سنة، من سنة 1837 إلى سنة 1901 ها؟ نعم. لقبت بلقب أوروبا أو أم أوروبا. لقبت بلقب أم أوروبا، لماذا لقبت بهذا اللقب؟ ممكن مساعدة؟ تحتاج مساعدة؟ نعم. إيش رأي أبو أحمد لماذا؟ أم أوروبا والله يمكن إن أساس أنها حكمت كل أوروبا ضمن الإمبراطورية. لأنها حكمت أوروبا فسموها أم أوروبا؟ لأنها حكمت أوروبا ضمن الإمبراطورية فسموها أم أوروبا. جيد. أبو سارة؟ الموضوع ده أنا متأكد منه لأن حضرته. حضرت وياه. حضرت إيش؟ حضرت الزواج. حضرت أم أوروبا. أيوة. فأنا أعرف إن ولادها التسعة اتجوزوا من أسر ملكية في أوروبا، فعشان كده سموها أم أوروبا ولادها التسعة. كان في العاشر ما راحش معاهم عشان المواصلات فاتته، بس هم التسعة راحوا ووصلوا واتجوزوا، فهي أم التسعة وجوزوا أسر ملكية في أوروبا فبقت أم أوروبا.
يعني والله والله حضرت الواقعة دي بنفسي. عنده تفاصيل الأستاذ معناته يعني. توهوك يا عويد ها؟ يا أبو أحمد. ها يا أبو أحمد ها. توهك يا أبو أحمد. لا عدنا يا أبو أحمد تكفى. يمكن ما أقدر أنا. أنا يمكن ما أقدر أساعدك. أنت حضرت الموضوع؟ أنا كنت حاضر مع العاشر اللي ما طيب يبقى. أنا الحاجة. أنا حضرت مع التسعة دول فشفتهم. إذا إيش رأيك؟ سارة. أيوه. مع أبو سارة؟ والله. هو أكيد يعني إن الرجال حاضر للزواج يعني. خلاص مع أبو سارة. نشوف. الحمد لله. يلا تحياتنا، إذا الإجابة وش هي يا أخوي عويد؟ لماذا؟ لأنها أم تسعة. العاشر ما راحش. أم تسعة شلون أم تسعة يعني؟ والله ما فهمت شيء بس. الحمد لله. هذه غير أم 44 يا عويد. إذن لأن أبنائها التسعة تزوجوا من أسر ملكية أوروبية فلذلك سميت بأم أوروبا. على كل إن أنت اخترت الإجابة المهم أن الصح والمهم إن شاء الله أنك تفوز كمان. شكرا طبعا. تحياتي مع السلامة. اتصال جديد. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ مبارك عليكم الشهر. مبارك عليك إن شاء الله. وياكم صالح جميل عبيد من سلطنة عمان. صالح جميل. أيوة. عبيد. عبيد تهنينا لكم من هناك من سلطنة عمان، تهنينا لكم جميعا بمناسبة جميعاً دخول هذا الشهر المبارك يا أخوي يا صالح. جميعا. يلا أخوي صالح خلينا نشوف كم باقي أرقام. باقي 6 و7. اضغط على أي واحد من الاثنين هذولا يا أخوي صالح. الأوائل والأواخر. انطلقت أول رحلة للخطوط الجوية السعودية في 28 تشرين الأول أكتوبر عام 1946. هذه أول رحلة للخطوط الجوية انطلقت. السؤال يا أخوي صالح من هناك من سلطنة عمان، السؤال إلى أي مكان انطلقت هذه الرحلة؟ إيش رأيك تسمع إجابتين؟ إن شاء الله. يلا إيش رأي يا أبو سارة؟ والله مرورا بمطار بيروت. ها؟ إيه بقى الموضوع؟ السؤال كان إيه؟ السؤال كان إيه؟ الموضوع الأوائل والأواخر يا أبو سارة. الأوائل والأواخر. ماله؟ ماله هذا سؤال. السؤال إيه بقى؟ السؤال انطلقت أول شفت ما هو بس أنت اللي مو مركز معانا أيوة صالح. أيوة ضيوفنا اللي حيعطونك الإجابات مش مركزين. ما أنا بقول أنا لا إيش حترجي منهم يعني. أنا أقول لأبو سارة بس أبو أحمد لسه ما أدري. ما فيش حاجة لما نغير على الهواء يعني. أنا قلت إجابة هو هيقول الثانية. ما فيش حاجة. طيب أنت قول. أنا بقول إلى مطار اللد بفلسطين لنقل الحجاج حيث عادت بهم مرورا بمطار بيروت. ده وجهة نظري. خلاص لان انا دايما احب اقول الحاجه. انت شلت السطر الاول واخذت اخر كلمتين في السطر الثاني. بالضبط. ايوه وبرضه ما في مشكله يعني هو عدناها من جديد وقلنا المعلومه يعني. ما صار شيء. انا الحقيقه باعتبار انه كانت الاجابه هذه يفترض اني انا اللي اقولها مفروض. بس انا حبيت انا وانا حبيت زيك. مش حنقول الاجابه الثانيه. أنا أقول نفس والله أهو. هو طبعا يعني الإجابة الثانية المكتوبة اللي مفروض أن الأستاذ أحمد بديل طيب يقولها إلى مطار القاهرة الدولي. ما عشان بلدي أنا مرضيتش. أنا سبتك أنت اللي تقولها. ماشي. يعني ده التغيير اللي طيب أنا عملته. طيب على طيب نعم. طيب إذا نرجع للأخ صالح هناك في سلطنة عمان. أنت سمعت إجابتين، إما أن تكون إلى مطار اللد في فلسطين لنقل الحجاج حيث عادت بهم مرورا بمطار بيروت، أو أن كانت الرحلة هذه إلى مطار القاهرة الدولي. والله اختعدوني جماعة. هم ساعدوني اعطوك اجابتين اكثر من كذا يا صالح. ما اعتقد انه يعني بيروت هو عن طريق بيروت يعني. هل هي يعني انت تقول ان يعني يعني كانت هذه الرحله الى مطار اللد في فلسطين؟ نعم. طيب نشوف. طب اهو بلقي بقى ما نقول الاجابه الصحيحه خلاص. الله يبارك فيكم ان شاء الله. تحياتنا لك. انا عندي مشكله يا اخوي صالح في امان الله. على كل حال عندي مشكله مع الضيفين لانهم مختلفين على الاجابات. كل واحد يقول لا هذه مفروض لا انا بالعكس بالعكس احمد يختار اللي يبغى. انا اقول الاجابه الثانيه. لا والله انا حبيت بس اغير شوي. طيب تراوح خلونا ناخذ اخر اتصال في لوحتنا الاولى. اخر اتصال في اللوحه الاولى. الو.
هلو. يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ معك أيمن سلامة الحربي. أيمن سلامة الحربي من وين؟ من جدة. من جدة. يلا، شيء في تنويع الحقيقة، وأنا سعيد بالتنويع هذا، من كل مناطق المملكة ومن خارج المملكة أيضا. يلا أخوي أيمن، أظن ما باقي معنا إلا رقم واحد، خلينا نشوف إيش الرقم. ها خلينا أول شيء نشوف الأرقام. طبعا زي ما قلت الضيوف متعبين اليوم، أنا متعبين مع بعضهم ولذلك. يلا نشوف إيش إيش الرقم اللي باقي، نشوفه. أول يوم صيام. رقم سبعة. رقم سبعة أخوي أيمن، ما في إلا هو طبعا. ما يمكن يختار رقم. كلمة ومعنى. يلا. نياجرا. رحت لكندا قبل كده ولا أمريكا؟ كيف؟ رحت لأمريكا أو كندا؟ شفت شلالات نياجرا؟ لا ما رحت. ما طيب، المهم أنت طبعا أكيد تسمع عن نياجرا وشلالات نياجرا. السؤال، ما معنى كلمة نياجرا؟ في اختيارات؟ في أكيد طبعا. أبو أحمد. هي رعد المياه، وهي كلمة من لغة الهنود الحمر. أيوة. هي رعد المياه. إذن تعني رعد المياه. رعد المياه، نعم. طيب. وهي كلمة من لغة الهنود الحمر. أبو سارة طبعاً متفق أنت معه. كانوا يسموها نياغرا المياه. نياغرا المياه، إنما رعد المياه ليه؟ لا، هي أكيد اسم الراجل اللي اكتشف الشلالات دي. يعني مكتشف شلالات اسمه نياغرا، نياغرا أو نياغرا، فسموه باسم. زي انا بكتشف حاجه كده ويسموها باسم. بيادرا يسمونها. بيادرا. يلا اخوي ايمن. ايه. سمعت اجابتين. يعني ابو احمد بيقول انه لانها يعني تعني رعد المياه، لكن ابو ساره الاستاذ احمد بدير بيقول لا، يعني انه سميت نياجرا نسبه الى اللي اكتشفها يعني. فهل انت مع الاجابه الاولى، يعني مع انه تعني رعد المياه، ولا تعود الى نسبه الى مكتشفها؟ مع الاجابه الاولى، مع ابو راشد. رعد المياه يعني؟ ايه. نشوف. يلا تحياتنا اخوي ايمن. يلا مشكور. في امان الله، في امان الله. تحياتنا لك. طبعا سعداء الحقيقه يعني بانه ما في الا عندنا خطا واحد، يعني وان شاء الله ما يمر مره ثانيه. ايش الاخوان بيقولوا لي هناك، انا ما سمعتهم. أيوة. الآن ودي بس أذكر مشاهدينا الكرام باللي قلته قبل شوية، وهي مسابقة الحاسب الآلي اللي ما تابعونا من بداية الحلقة. اعتبارا من هذا العام مشاهدينا الكرام، في هذا العام طبعا تجاوبا لمقترحاتكم، وأيضا حرصا على مشاركة الكثير منكم الذين لا يستطيعون الوصول إلينا والمشاركة على الهواء مباشرة، لذلك فقد فكرنا في تقديم مسابقة خاصة عن طريق الحاسب الآلي. المسابقة الخاصة عن طريق الحاسب الآلي، هناك بطاقات كما قلت قبل قليل تباع في الأسواق. هذه البطاقات تستخدم للاتصال ببرامج التلفزيون وأيضا لأي اتصال خاص بكم. تشتروا البطاقات هذه، طبعا فيها موجود الأرقام سواء في المنطقة الشرقية والشمالية، أظن الغربية والجنوبية أو المنطقة الوسطى، كل المعلومات هذه أو تعليمات يعني موجودة. كما قلت سأقرأ عليكم سؤال ستستمعون إليه من خلال الحاسب الآلي، وأقدم إجابتين، واحدة منهم صحيحة والثانية خاطئة بالطبع، يعني كما هي فكرة البرنامج. إذا اخترتم الإجابة الأولى تضغطون واحد، إجابة ثانية تختارون رقم اثنين، وبعد كذلك تتبعوا التعليمات. إذن كل ليلة سنقدم لكم سؤال، السؤال هذا فكروا فيه أنتم واتصلوا وحتسمعوا إجابتين، لأنه أنا ما رايح أقول الإجابتين الآن، أقول السؤال فقط. إذن أقول لمشاهدين الكرام، السؤال الأول لمسابقة الحاسب الآلي هو: متى فرضت الصلاة؟ هذا سؤال خاص بكم في منازلكم. كما قلت، من خلال هذه البطاقات يمكنكم الاتصال على الأرقام اللي موجودة على ظهر هذه البطاقات، وهناك تعليمات. طبعا كل ليلة سنقوم بالسحب على 15 اسما، سنختار 15 اسما يوميا من خلال هذه المسابقة الخاصة بالحاسب الآلي. كما قلت، 5 منهم يفوزون ب 5000 ريال في نفس اليوم أو في نفس الليلة، وبعد ذلك الجميع 15 طبعا اللي أجابوا إجابات صحيحة رايح ينتقلون معنا إلى الحلقة الأخيرة والمشاركة في السحب الكبير. إذن السؤال الأول في المسابقة الخاصة بالحاسب الآلي هو: متى فرضت الصلاة؟
نعود إلى ضيفينا مشاهدينا الكرام قبل أن ننتقل إلى لوحتنا الثانية. طبعاً تعودنا أن نتيح لضيفينا مساحة من الوقت، كل واحد عنده سؤال، لكن هذا العام يعني عندنا فنان كاريكاتوري، الفنان الأخ عبد الله موجود معنا، كان يرسم ضيفينا، رسمهم، ليت نشوف الرسمة هذه مع بعض. رسم بشكل كاريكاتوري الأستاذ أحمد بدير والأستاذ راشد الشمراني. الآن يا أستاذ أحمد، يعني أنت بتقول إيش بالضبط لأبو أحمد؟ إيش بتقول؟ أنا أكيد بقوله أنت مستطول نفسك. والله عبد الله مرة غير أرضي هذا يا عبد الله، الله يرضى عليك. طيب نشوف معليش الكركتين مرة ثانية، عشان طبعا كما عودنا مشاهدينا الكرام أنه نعطي لكل ضيف منكم الفرصة لأن يسأل الضيف سؤال آخر. إيش رأيك أبو أحمد؟ أنا ودي أنك تقدم أنت سؤال للأستاذ أحمد، والأستاذ أحمد أيضا يقدم لك سؤال. طبعا بعد أن شاهدتم مع المشاهدين الكرام هذا الشكل الكاريكاتوري، أنا الحقيقة أول سعيد جدا بتواجدي مع الفنان العظيم. الحقيقة أنا في نظري ونظر المتابعين المحبين لأحمد بدير، ربنا يخليك. الأستاذ أحمد بدير عنده ميزة واضحة ومدهشة اللي هي القدرة على الفصل الكامل في اللعب للشخصية التراجيدية والكوميدية، رغم أنه أحمد بدير يشتغل كوميدي فارس، يعني ذروة الكوميدي، وبالمقابل يعمل شخصية تراجيدية أيضا في منتهى التناقض مع الشخصية الكوميدية، ويستطيع أن يقنعني من أول مشهد. بعض الممثلين لما يأخذ شخصية تراجيدية وهو ممثل كوميدي معروف ومقبول وموهوب، تطغى الشخصية الكوميدية على الشخصية التراجيدية، وأظل أتذكر طول الوقت الشخصية الكوميدية، ولا يستطيع أن يقنعني إلا بعد مراحل متأخرة بعد اندماجه الكامل والمتأخر في الشخصية. أحمد بدير يستطيع الفصل برأيي من أول مشهد، وهذه قدرة الحقيقة شفناها في زيزينيا، وشفناها في 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 أعمال كثيرة. وبالمقابل تتذكر عبد العال في ريا وسكينة. فأنا الحقيقة أولا أهني الأستاذ أحمد على هالموهبة العظيمة بأمانة، ربنا يخليك، وأسأله كيف يعني كيف، ولو أنها أشياء طبعا ما فيها كيمياء ما تقدر تقول، بس يمكن نقدر نتلمس شيء معين يعني. والله أنت أبو أحمد أسلكت صدري، هذا كلام صحيح، أسعدتني برأيك العظيم الجميل ده، وأنا بالتالي مش هقدر وفيك حقك بعد كامل اللي انت قلته، عشان ما بقاش بنرد البعض. انما انا فعلا سعيد بان بلتقي بيك هنا والتقيت بيك قبل كده، وسعيد بفنك الجميل وبتواضعك وبحبك للناس، واتمنى ان احنا نلتقي دايما على خير ان شاء الله. ما في سؤال ابو راشد؟ سؤال بقول له، احلى دور عملته ايه غير دور احمد؟ غير أحمد ابنك، أحلى دور تاني عملته من أنت حبيته؟ والله ما أقدر أقول لك، لكن يمكن يكون القادم، يعني عندنا عمل إن شاء الله أنه ينزل في رمضان إن شاء الله، فأتمنى لأنه آخر شيء الوليد الصغير. هذا الوليد الصغير لا يعني. إن شاء الله حيكبر ويترعرع والناس كلها تحتضنه إن شاء الله وتحبه. هو عمل اسمه خلف خلاف، وهو عمل يعني كوميدي كده؟ عكس عكاس بالضبط. بالضبط بالضبط، واحنا سوينا التتر كذا. فنتمنى ان شاء الله ان شاء يشوف الله المشاهد في رمضان ان شاء الله، اتمنى التوفيق. نشوفه معك ان شاء الله. شكرا لكم. اذا نعود لمشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، طبعا قبل قليل تحدثت اليكم حول مسابقه الحاسب الالي، والتي قلنا من خلالها انه اتحنا الفرصه للكثير من الذين يرغبون المشاركة في هذا البرنامج ولا يستطيعون الوصول إلينا والمشاركة مباشرة على الهواء. لذلك قمنا بتقديم هذه المسابقة الخاصة من خلال الحاسب الآلي، لكن بودي أذكركم مرة ثانية بالجوائز، شاهدوها معي. مليون ونصف المليون ريال جوائز نقدية نقدمها لكم مشاهدين الكرام من خلال برنامج سباق المشاهدين. 10,000 ريال يومياً لعشرة فائزين، وفي الحلقة الأخيرة
سيتم السحب الكبير على جميع أسماء الذين استطاعوا أن يجيبوا إجابات صحيحة، سواء فازوا في الحلقات اليومية أم لا. وستكون الجوائز في الحلقة الأخيرة على النحو التالي: 10 جوائز قيمة كل واحدة 10,000 ريال، وهناك 7 جوائز كبرى: الجائزة 27,000 ريال، الجائزة 36,000 ريال، الجائزة 55,000 ريال، الجائزة 400,000 ريال، الجائزة 300,000 ريال، الجائزة 300,000 ريال، أما الجائزة الأولى فمقدارها 500,000 ريال. سباق المشاهدين، برنامج أنتم نجومه. إذن مشاهدينا الكرام، 1.5 مليون جوائز لكم في هذا العام. نعود إليكم ونعود إلى سباق المشاهدين واللوحة الثانية، ونتعرف على موضوعات اللوحة الثانية. نشوف مع بعض. طبعا هذه موضوعات اللوحة الأولى، طبعا ستخرج هذه الموضوعات، ونشاهد الآن موضوعات اللوحة الثانية. بسم الله، ناخذ اول اتصال في لوحتنا الثانيه. الو الو، يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ يا هلا، من معنا؟ معك ريان عبد الرحمن الموسى. ريان عبد الرحمن الموسى. الموسى من وين؟ الرياض. من الرياض. يلا اخوي ريان، تفضل، كل الارقام امامك الان وتضغط على واحد منها. التاريخ والحضاره. أخوي ريان، الإسلام دين حضارة، والفاتحون الإسلاميون لم يكونوا غزاة مخربين، بل كانوا للحضارة مؤسسين. فما اسم الفاتح العربي الذي أسس مدينة الفسطاط كعاصمة لمصر؟ طبعا عندنا ضيف من مصر الليلة، عندنا أبو سارة طبعا. يعني خلنا نسمع إيش رأيك. يعني أنا الأول، أنا لبلدي بقى، هو فتح مصر. لا انت هتقول كمان كنت حاضر. اسم الفاتح العربي. ها اقول يا ابو احمد. ايوه حبيبي، تكفى خلاص. ايه يلا، يعني يلا ابو سارة بقول لك ارجوك. مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. ايوه عمرو بن العاص. انت فسطاط مصر، يبقى عمرو بن العاص. نعم، مش محتاجه بقى ابو احمد يتكلم. الإجابة الأخرى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. دكتور راشد. سعد بن أبي وقاص الإجابة. عمرو بن العاص يا ابني، أنا من مصر. وأنت أعرف أبو أحمد. أستاذ أحمد بدير. أنا أبو سارة، هو أبو أحمد. هو بس أبو أحمد. أبو أحمد راشد الشمراني. أنا راشد الشمراني، قلت لك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لكن الأستاذ يقول لك هو من مصر. عمرو بن العاص، وأنا من مصر. وهو يعرف الإجابة، يمكن كنت حاضر الواقع الظاهر بعدك. لا تقول لي بعد حضرت ال يلا. أخوي ريان، عمرو بن العاص ولا سعد بن أبي وقاص؟ أبو سارة. اللي هو إيش يعني؟ نعم. إيش قال أبو سارة؟ عمرو بن العاص. والله اني ناسي. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. بس كده اخترت يعني بدون ما تسمع. عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. نعم. متاكد؟ ان شاء الله. نشوف. الحمد لله. يلا الحمد لله اخوي ريان. يلا يعطيك العافيه انت ايضا. في امان الله، مع السلامه. اتصال جديد. الو الو، يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك عليك ما شاء الله. وعليك ان شاء الله. تفضل تفضل. من معي؟ احمد علي الصنيع. احمد علي الصنيع. الصنيع. ايه الصنيع. من وين؟ من الرياض. من الرياض. يلا اخوي احمد تفضل.
اضغط على واحد من الارقام. تفضل. مختصرات شائعه تدرس اخوي احمد انت ولا كم موظف ولا تدرس؟ موظف. موظف الله. يلا لابد مر عليك الكلمه دي والاختصار ايبك. ايبك مختصر لمنتدى اقتصادي عالمي لمجموعه من الدول. ما هذه المجموعه؟ ممكن مساعدة. اكيد اكيد. ايش رايك يا ابو احمد؟ مرت عليك الكلمه دي؟ اي نعم. ايبك هي دول اسيا والمحيط الهادي. رجعنا للهندي والهادي. انا انت اسيا والمحيط الهادي. اسيا والمحيط الهادي. وانا افريقيا والمحيط الهندي. والله ايبك. ايبك ابك انت شو بلاك يعني عندنا احنا معروفه يعني عندنا هلا يعني. اللي بيك يعني. ايوه ابك انت شو بلاك هذا اللي بيك. والله اللي بيك يبقى نعم. يبقى هادي يعني. هادي احنا قلنا الهادي تحته بلاوي. طيب الحين انت فهمت شيء يا اخوي احمد؟ والله الى الان انا حتى انا ما فهمت شيء يعني. خلونا نرجع الحين نسمع اجابتي. نعم نعم. اسيا والمحيط الهادي. عيد انا. اسيا والمحيط الهادي. هذه اجابه اولى. افريقيا والمحيط الهندي. اها. وابو ساره بيقول لا هي افريقيا والمحيط الهند. انت ايش تقول؟ الاجابه الاولى مثلا. اسيا؟ نعم. اذا ايبك هو اختصار لمنتدى اقتصادي عالمي لمجموعه من الدول وهي دول اسيا والمحيط الهادي زي ما قال ابو. شكرا لك لضيوفك. شكرا لك ايضا. في امان الله. مع السلامه. ناخذ اتصال جديد. الو. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال يا استاذ حمد؟ يا هلا. من معنا؟ معك حسين علي ضيف الله من اليمن. حسين علي ضيف الله من اليمن. يا هلا فيكم جميعا وتحياتنا لكم جميعا وتهانينا لكم جميعا بمناسبه هذا الشهر المبارك. ونحن ايضا نهنيكم بقدوم هذا الشهر المبارك. يا هلا والله. اخوي حسين تفضل شوف الارقام. لو سمحت تضغط لي رقم واحد. رقم واحد؟ نشوف. الحكم والأمثال. والله يعينك يا أخوي حسين. شوف أنت الآن ستشاهد ضيفنا اللي جانا من مصر من هناك من الفسطاط وعنده مثل صامت. سيؤدي مشهد صامت حول أو من خلال هذا المشهد الصامت ستتعرف أنت على مثل شهير معروف. إيش رأيك؟ إن شاء الله. تابع معنا. تفضل أبو سار. ممكن تقول له كم كلمة إذا كان ده سهل يعني. وبعدين هو حاجة بتستعمل. لا لا بدون حاجة بتستعمل. بتستعمل بالإيد. لا 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 خلاص ما اتفقنا انه صامت يعني. تنطبق عليها اللي هو كده بقى. انا طيب. دلوقتي هعمل ايه؟ اهو من اكله. مثل المنشار رايح واكل جاي واكل. برافو. يا سلام. في مساعدة خاصة لك من أبو سارة يا أخوي حسين. نعم نعم. شكرا. يلا تستاهل كل خير. شكرا جزيلا. تحياتنا لك ولجميع مشاهدينا هناك في اليمن وفي كل مكان بالطبع. مع السلامة. في أمان. اتصال جديد. الو. الو. يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. نوال سعد العبد الله. نوال سعد العبد الله من وين؟ من الرياض. من الرياض. يلا اختي نوال تفضل. اضغطي على يا رجل. السياسة والاقتصاد. يلا اختي نوال. ما اسم المجلسين اللذين يتكون منهما الكونغرس الامريكي؟ اختيارات. اختيارات. أبو أحمد. نعم. المجلسين اللذين يتكون منهما الكونغرس الأمريكي. أنا أقول مجلس النواب ومجلس الشيوخ. طيب. أبو سارة. أبو سارة متفق أنت مع أبو أحمد ها؟ أنا متفق بس هقول برضه. نعم. مجلس الحموم. لا العموم. ومجلس الأردات. شايف كيف؟ لحظة. الإجابة الأولى. الإجابة الأولى. الحموم لازم ليفع.
إذا مجلس سيء النواب ومجلساء النواب والشيوخ. تحياتنا أخت نوال، في أمان الله، مع السلامة. اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ حامد؟ يا أهلا وسهلا، من معنا؟ معك محمود أحمد العبدي إسماعيل. محمود أحمد العبدي إسماعيل. العبدي ولا العبد؟ العبد إسماعيل. من وين؟ من العريش مصر. من العريش، من مصر. حب نوجه خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية لما قدمه للإسلام والمسلمين. شكرا لك. والشعب السعودي الشقيق. شكرا لك يا أخوي محمد. شكرا لك يا أخوي محمد. أخوي محمد، خلي الآن محمود. محمود، نعم. محمود ها؟ محمود أحمد ها؟ نعم. طيب أخوي محمود، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. ما تضيعناش أستاذ أحمد. ربنا يخليك، كل سنة وأنت طيب. أنا ما أنا خايف إلا من الأستاذ أحمد هذا، بس خلي بالك أنت. والله أنت شوف بعدين أنت، أول شيء خلينا نختار ويمكن يطلع السؤال سهل وإن شاء الله ما تحتاج لمساعدة الأستاذ أحمد، يلا. خير إن شاء الله. شوف الأرقام. يلا الرقم اللي تقول قول لي عليه انت وانا اضغط منين. رقم 8. والله وانت مش محتاج. شكرا. مبروك يا عبد الله. يلا مبروك، شفت ما احتجت للاستاذ احمد ولا شيء. ها بس برضو كنت هتكسب حتى لو قالك ايه. شكرا يا استاذ احمد، الله يخليك. يلا تحياتنا اخوي محمود لك ولجميع مشاهدينا هناك في مصر. شكرا يا استاذ حامد، مع السلامه، في امان الله. كل عام وانتم بخير. وانت طيب ان شاء الله. اتصال جديد. الو، السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام. اكو فهد. هلا والله، من معي؟ معك طارق فهد يوسف. طارق فهد يوسف. اها. الصلحاني. الصلحاني من وين؟ من حايل. من حايل. يلا اخوي طارق، ما شاء الله قلت اسمك بوضوح، يا ليت يعني كل مشاهدين يعني يقولون لنا الاسم بوضوح عشان ما ناخذ وقت في اعاده الاسم. اخوي طارق يلا تفضل. 2 و3 و4 و6. اسم الثلاثة. يلا. الرياضة والرياضيون. ها؟ سم. الرياضة والرياضيون. معك. يلا. متى عرف العالم الألعاب الأولمبية يا أخوي طارق؟ إيش رأيك؟ سؤال سهل ولا تحتاج مساعدة؟ ها؟ ألو. ألو. سم. من معك؟ لا لا، محتاج مساعدة حبيبي. لحظة، مين أنت؟ طارق ولا مين أنت؟ طارق. طارق. طارق، أنت عندك ناس بيساعدونك من عندك ولا من عندنا؟ والله نحاول. يلا، عندك ناس وعندك ناس. ها؟ اي نعم. يلا خذ اول شيء اجابتين من هنا، ها، وخلي اللي عندك كمان يساعدونك. يلا استاذ احمد. عام 1896. طيب شوف، هو علشان هو عارف انها اجابه مين صح على طول كروتها ابو ساره. 1896. لكن الالعاب الاولمبيه عرفها العالم قبل عام 1370 قبل الميلاد، وفي روما. في روما يعني كمان. شوف عندي انا تفاصيل بس بس ده يبي يخلص. ايوه يعني. انا عايز اخلص من السؤال. انا اذا كان عنده مساعدين يعني عارفين الصح عارفين. لا ما تكسر انت، علمني. يلا ايش رايك يا اخوي طارق من هناك من حائل، ايش رايك؟ طارق راشد. نعم، انا قلت لك يا عزيزي قبل عام 1370 قبل الميلاد وفي روما. نشوف يعني نشوف يا روما. روما دي ليها خلاص. انت قلت اجابه راشد وعشان كذا ما ودنا تغير اجابتك عشان تكون. يلا تحياتنا لك وللجميع هناك في حائل. ها شكرا لك. تحياتنا لك. اذا في عام 1996 بدات الالعاب الاولمبيه في العصر الحديث، لكن قبل ذلك عرفها العالم قبل عام 1370 قبل الميلاد في روما. وفي روما كمان يعني. نعم. معلومات يعني واضحه يعني جدا ودقيقه جدا عند ابو احمد. قديمه قوي الالعاب الاولمبيه. نعم ايوه ايوه، بس انت ما كنت موجود يا ابو سام. لا بس ما فيش مسافات قبل طويلة. الميلاد يعني كنت مسافات طويلة. اثنين واربعة وستة، واتصال جديد. الو الو.
يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. معك جميلة حامد خليفة. ها سميرة؟ جميلة. جميلة؟ جميلة. حامد؟ لا الاسم الأول. جميلة. جميلة. جميلة ها؟ أيوه جميلة. جميلة حامد. أيوه. خليفة. خليفة. يلا يا أخت جميلة من وين؟ من الرياض. من الرياض، يلا يا أخت جميلة تفضلي. في عندك خلينا نشوف الأرقام، باقي معك 2 و4 و6 ها؟ ألو؟ الصوت راح. أيوه. أسماء وألقاب، يلا. أخت جميلة. يلا، من النبي؟ من النبي الملقب بذي النون؟ ذي النون. ممكن مساعدة؟ يلا. إيش رأي؟ أقول أنا؟ قول. دي سهلة جدا. يونس عليه السلام. سيدنا يونس, يونس عليه السلام. ألو. أيوه. يونس. عليه السلام. هذه إجابة أولى يونس. أبي يونس. ها؟ يونس. يونس بدون ما تسمع مش مستنية الثانية واثقة. يلا تحياتنا أخت جميلة، يعني خلاص اقتنعوا، يبدو أنها عارفة هي الإجابة. إذن يونس عليه السلام، النون تعني الحوت الذي التقمه، قال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، وذي النون تعني صاحب الحوت بالطبع، قال تعالى وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. جميلة معنا ولا راحت؟ يلا مع السلامة أخت جميلة. بقي معنا رقم 2 و6، يلا ناخذ اتصال جديد. الو. ايوه ايوه من معنا؟ صبحي عبد الحميد مطرود دير الزور سوريا. صبحي عبد الحميد. ايوه مطرود. مطرود من وين؟ أيوة. من دير الزور. دير الزور سوريا. من سوريا، يا هلا فيك اخوي صبحي. الله يبارك فيك. كيف الجو عندكم؟ طبعا الان اظنكم هناك في الشمال يعني الجو بارد زياده عن والله عند دمشق. بدايه برد. بدايه برد. بدايه. الثلوج لسه ما بدات. يلا اول شيء نقول لك كل عام وانت طيب وشهر مبارك لكم جميعا هناك فيك. في سوريا. علينا وعليكم جميعا. يلا اخوي صبحي خلينا نشوف ايش باقي معك ارقام، باقي معك 2 و6، قل لي الرقم وانا اضغط عليه من هنا. الرقم؟ اي يا 2 يا 6، ايش تختار؟ 6. 6. اللغة والأدب، أنت بتعمل أستاذ صبحي ولا؟ نعم. بتعمل أنت؟ بتشتغل؟ لا والله. طيب، عندك خلفية جيدة يعني في اللغة العربية؟ ضعيف جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بس عندي عندنا 2 أساتذة في اللغة. بس واحد منهم مش متأكد بالضبط وواحد متأكد من معلومته. يعني استمع السؤال. ما السؤال؟ ما جمع كلمة زعفران؟ كلمة كلمة زعفران تعرف كلمة زعفران الجمع ماشي؟ ايوه فهمت. جمعها ايش؟ تسمع اجابتين ايش رايك؟ جمع كلمة زعفران. بس اسمع انت، اسمع اجابتين وبعد كذا اختار واحدة منها ها؟ ايوه. ايش راي ابو احمد ايش جمع زعفران؟ والله الاخ من دير الزور وسوريا ورمضان كريم، انا يعني الاجابه اللي عندي زعفرة. زعفرة عندك. زعفرة. طب دي اللي عندك خليها عندك وما تدهاش لحد. والله انا عندي زعافر الجمع. زعافر هو خلي بتاع ابو احمد خليها معايا نروح بيها النهارده. بس زعافر ترى يزعل عليك ابو الجعافر، جعفر عباس في الوطن. زعافر على خيرة الله. في حاجه؟ لا. طيب يلا يا اخويا صبحي. ايوه. اذا جمعها زعفره ولا زعافر تعتقد انت؟ زعافر. زعافر خلينا. وتقول يعني معلوماتك يعني غير جيدة ما شاء الله عليك، يعني ما دام ما اخترت الإجابة هذه فهي إجابة صحيحة. ها إجابة صحيحة. يلا برافو عليك. طبعا الله يبارك فيك. إجابتك صحيحة. أيوة. وخليك قريب عشان تشاهدنا، ممكن اسمك إن شاء الله يطلع من الفائزين الليلة. ها وبدون مساعدة. يلا. أيوة. يلا تحياتي في أمان الله يا أخوي صبحي. شكرا. مع السلامة. الله يسلمك.
آخر رقم في لوحتنا الثانية وآخر اتصال. ألو. ألو. يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أسماء مسفر العتيبي من الرياض. أسماء مسفر العتيبي من الرياض. ها؟ أي. يلا أخت أسماء باقي معك رقم واحد وهو رقم اثنين. ما في إلا شاهدوا معنا. يلا شاهدي معنا أخت أسماء. أيوة. هذا المشهد لضيفنا الأستاذ أحمد بدير اللي جاءنا من القاهرة البارح. طبعا كنت حقول الليلة بس هو وصل البارح يعني وبسط البارح وكان ما عنده ولا شيء وراح أظن رحت تمشيت رحت ولا وتسحرت. معقولة؟ أما ليه؟ بس لا رحت فين صراحة البارح؟ أنت رحت مشيت بالأسواق. أنت طبعا ما شاء الله جيت كثير على الرياض يعني. لا باقي كثير بس أسواق ما فيش أسواق ما فيش وقت. إنما رحت تصحرت وكلت مع صديقي خالد وبسطنا. يلا يلا أخت أسماء. أيوة. شاهدي هذا المشهد وبعد المشهد هذا تابعي بدقة المشهد هذا ركزي وسنعود والأستاذ أحمد عنده سؤال لك. ها؟ طيب. يلا. يا هيا. أيوة. يا حبيبتي اللي جابك بس يا بدر. هيام حبيبتي فاكره بدر بدر القط صاحبي اللي كلمتك عنه؟ مالي بعت تلغراف وبيقول انه جاي النهارده ولازم اروح المطار عشان استقبله. طب خد يا عشان الشمس. طب انا نسيت اقول لك حاجه حبيبتي بدر ده مجنون. مجنون يعني ايه؟ يعني اي حاجه مش بتاعته بيفتكرها بتاعته. طب ما تخليهوش يجي عندنا. ايوه صح انا هحاول امنعه من انه يجي لاي طريقه بس انت تركزي الباب كويس. ها هو الباب من ايه؟ على ايدك اليمين. في اليمين اهي اليمين. خلي بالك يا هيام. طيب باي باي بقى يا حبيبتي. باي باي. تربسي الباب وما تخليش حد يخش. مع السلامه. تاكسي تاكسي تاكسي. مفيش تاكسيات ولا ايه؟ ايوه اللي نزلك الشارع. انت ما خرجتش. ما خرجتك هي النضاره بالمقلوب. طب خلي بالك يا حبيبتي. يلا اخت اسماء. ايوه عندك سؤال يا ابو سعد؟ سحر رامي عامله مراتي اسمها ايه بقى؟ انا ناديت لها وقلت لها ايه؟ ده سؤال صعب جدا. هيام. الله لا ده صح مزبوط. انا ما سمعت الجواب ولا سمعت السؤال. مش مهم صح صح يعني؟ ايوه. طب اضغط على الكمبيوتر. فين الكمبيوتر؟ ها يلا تحياتنا اخت اسماء لا تروحي بعيد. ها خلاص احنا خلصنا بعد شويه حنشوف الجوائز. ها حنشوف من يفوز معنا. تحياتنا. اذا مشاهدينا الكرام طبعا انتهت لوحتنا الثانيه وبقي معنا دقائق. الان سنتعرف على الفائزين معنا في حلقه هذه الليله ومعنا من مصطفى. هلا مصطفى يلا تفضل. استاذ احمد واستاذ راشد يا ليت تخلطوا لنا العلب هذه وتختاروا لنا منها خمس علب سيكونوا يعني طبعا الفائزين هذه الليله. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم بالبركة. بسم الله. طلعتني؟ لا خلاص. طبعا هؤلاء كما قلنا خمسة أسماء كل واحد منهم سيفوز ب 1000 ريال. طيب نتعرف على الفائزين في حلقة هذه الليلة مشاهدينا الكرام. الاسم الأول محمد خلف العنزي من حائل. محمد خلف العنزي من حائل فاز بألف ريال معنا في حلقة هذه الليلة. الاسم الثاني حسين علي ضيف الله من اليمن. والاسم الثالث عويد غثوان العنزي من الرياض. عويد غثوان العنزي من الرياض. ها هذه تهنئة سبيشل يعني لعويد. ها مش ولا واحد على اسمه؟ ما في واحد. ايه كله رجاله؟ لا ان شاء الله. هذه خلنا نشوف اسماء. ايوه مسفر العتيبي من الرياض. اسماء مسفر العتيبي من الرياض هذه ايضا فازت معنا ب 1000 ريال. والاسم الخامس الذي فاز معنا بالألف الخامس في هذه الليلة. هذه جميلة. محمود جميلة جميلة هذه. خلنا نشوف. أحمد علي الصنيع. أحمد علي الصنيع من الرياض.
إذن خمسة أسماء: أحمد علي الصنيع، أسماء مسفر العتيبي، وعويد العنزي، وحسين علي ضيف الله من اليمن، ومحمد خلف العنزي من حائل. كل واحد منهم فاز بألف ريال. أذكركم مشاهدين الكرام، كل اللي فازوا معنا واللي ما فازوا، طبعاً اللي استطاعوا أن يجيبوا إجابة صحيحة، الجميع سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة. وبالطبع هذا بينضاف إلى أسماء الذين سيتم اختيارهم من خلال الكمبيوتر ومن خلال المسابقة الخاصة اللي تكلمنا عنها من خلال الحاسب الآلي. الآن بقي معنا دقائق، لكن نقدم لضيفينا درعين تذكاريين من تلفزيون المملكة العربية السعودية. الدرع الأول للأستاذ الفنان أحمد بدير، ومعاه كل الشكر والتحية. طيب أستاذ أحمد، ده تاني درع، تاني وثالث إن شاء الله، فضل الثالث عشان أبقى هاتريك. شكرا. حيبقى إيش؟ هاتريك. 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 أما الدرع الثاني مشاهدين الكرام فهو لضيفنا الثاني الأستاذ راشد الشمراني. شكرا. كم درع الآن صار عندك أستاذ راشد؟ والله وأسأل أحمد، أحمد معي يجمع في الدروع الحقيقة. أحمد ابنك وجايبه عشان كذا الليلة، عشان يشيل الدرع. كما نقدم مشاهدينا الكرام لضيفينا كاميرتي فيديو سوني لتسجيل ذكرياتهما إن شاء الله الجميلة، والتي تدوم أيضا إن شاء الله. الله يحفظك، شكرا جزيلا. قبل أن أودعكم مشاهدينا الكرام، أذكركم بالشيء المهم والمهم جدا، وهو المسابقة الخاصة التي سنقدمها لكم إن شاء الله من خلال الحاسب الآلي. وكما قلنا، هذه المسابقة سنقدمها بناء على اقتراحاتكم وتجاوبا مع أيضا آرائكم وأفكاركم التي بعثتم إليها، وحرصا على مشاركة أكبر عدد ممكن منكم، للذين طبعا يحرصون على مشاركتنا في سباق المشاهدين ولكن لا يستطيعون بسبب طبعا انشغال الخطوط، وطبعا العدد المحدود أيضا، يعني حوالي 18 أو 20 شخص يعني في كل ليلة. إذن كل ليلة نقدم لكم سؤال، وهناك بطاقات كما قلت في الأسواق. البطاقات هذه تستخدمونها للاتصال على برامج التلفزيون وأيضا على اتصالاتكم الشخصية، فهي متاحة لكل الاتصالات. وكل ليلة سأقدم لكم سؤال، سأذكركم الليلة بالسؤال الأول. طبعا الخطوط الآن مفتوحة مشاهدين الكرام لكل من يريد أن يتصل، الخطوط الآن مفتوحة للاتصال. السؤال الأول في مسابقة الحاسب الآلي التابعة لسباق المشاهدين هي: متى فرضت الصلاة؟ السؤال: متى فرضت الصلاة؟ ستستمعون إلى هذا السؤال وإلى إجابتين، ثم تختارون الإجابة الصحيحة، وغدا إن شاء الله سيكون السحب على 15 اسما من الذين استطاعوا أن يجيبوا إجابات صحيحة، لكل الذين استطاعوا أن يجيبوا إجابات صحيحة. في الأخوان بيقفل الكمبيوتر مستعجلين يبغوا يروحون، إحنا كلنا يلا بنروح. عموما مشاهدين الكرام، تحية لكم، تحية لضيفينا الأستاذ أحمد بدير الذي جاءنا من مصر الشقيقة، وتحية لضيفنا الثاني الأستاذ راشد الشمراني الذي جاءنا وشاركنا في هذه الحلقة. تحية مشاهدينا الكرام لشركة الصافي دنون المحدودة التي قامت بتمويل سباق المشاهدين.